يعني كل عملية دايما بتبقى ليها مقومات نجاح. الموضوع ده يعني الكلمة دي في العقول الغير طبية بيتلخبطوا، يعني ايه مقومات نجاح؟ يعني مبنية على ايه؟ ممتاز. مقومات النجاح في الجراحة كلها واحدة، ولكن اهم مقوم في النجاح وخصوصا اذا كنا بنزرع حاجة داخل الجسم فهو التعقيم رقم واحد واثنين وثلاثة وعشرة كمان. فالتعقيم ده هو الخطوة المهمة في نجاح زراعة الدعامة بالذات او اي زراعة جسم غريب. فطبعا احنا بنركز قوي على التعقيم، وكان مفهومنا عن التعقيم زمان ان هو مجرد ان انا اتعقم واغسل ايدي كويس وافعقم ملاتي والكلام ده كله. الكلام بيتغير مع الوقت، بدليل ان احنا كنا زمان مثلا الجراحين اللي هو في اكبر واحسن مستشفيات وانظف مستشفيات في العالم كان نسب نجاح عملياتهم لا تتخطى 50%. بدانا نحط ايدينا على المفتاح الحقيقي، وهو ان احنا العمليه دي كان ممكن اعملها في غرفه المريض، كان ممكن اعملها في اي مكان. اشمعنى بعملها في العمليات؟ ايه اللي في العمليات مش موجود بره؟ اللي في العمليات مش موجود بره التجهيزات، وعلى راسها ان انا الهواء اللي داخل لي كل ذره فيه معقمه، مش هواء عادي زي اللي جاي من بره. الهواء اللي داخل لي الضغط فيه اعلى، بحيث ان لو فتحنا غرفه العمليات او باب مسرح العمليات الخارجي اللي على خارج على المستشفى نفسه من الداخل الى في نفس الدور، الهواء اللي جوه اللي يطلع وليس العكس. وبالتالي الهواء اللي انا قاعد فيه ومريضي بتجرى له العمليه هواء ضامن تعقيمه بنسبه 100%. الحته دي لوحدها تساوي 90% من التعقيم. يمكن احنا اتكلمنا عنها قبل كده بالتفصيل اكتر، لكن هي اساس ومقومات النجاح. كمان انا اسف، لا تمام. كمان برضو من مقومات النجاح التجهيز للعمليه نفسها، غرف العمليات اللي تكون مجهزه على اعلى مستوى. يعني مثلا لو بصينا في الصوره اللي قدامنا دي، غرفه احد الصور لغرف العمليات. لازم الاوضه يكون التحكم فيها، لو في الفيديو، في ما يسمى بنظام ان الاوضه دي ما تفتحش الا لما اكون انا هدخل مريضي، وبعد كده تتقفل على طول، ويفضل التعقيم داخل الاوضه لا يمسي اطلاقا الهواء اللي داخل. يعني معلش، الصوره اللي فاتت دي كان مش مدخل غرفه العمليات، ده كان مدخل العمليات بطرقة العمليات. دي مدخل غرفة دي غرفه من غرف العمليات. هنشوف دلوقتي اول ما نفتح الغرفه، ادي غرفه العمليات اللي هتجرى فيها الجراحه نفسها. لو بصينا كده على اليمين، سوري على الشمال، من فتحه الباب اللي قدامنا دي بالظبط، دي لوحه التحكم في الاوضه كلها اللي هي بتتحكم في دخول الهواء ودرجه حراره الغرفه وكل حاجه فيها. دي اهم نقطه في الموضوع. كمان مداخل الهواء، لما نبص في الصوره دي للشاشه، مداخل الهواء اللي باينه قدامنا جنب جهاز التخدير دي، المدخل اللي من اعلى اللي بيدخل لي الهواء المعقم والملقم، المخرج اللي من تحت اللي بيخرج لي الهواء بتاعنا. فغرفه العمليات نفسها ونظام التعقيم والاناره ما يبقاش في فيش في الحيط، زي ما بنشوفش الستاند اللي نازل ده، نازل فيه كل الفيش اللي المفروض في الاوضه العاديه بنستخدمها في الحيط الى اخره، عشان نحط فيها مثلا جهاز الكي، الشفاط الى اخره، اللي هي الحاجات الاكسسوارز اللي احنا بنستخدمها اثناء الجراحه. فطبعا تجهيز غرف العمليات مهم جدا 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 لنجاح العمليه، وهو مساوي للتعقيم ان لم يكن يعني اعلى منه كمان.